الاجتماعيه للموظفي عماله مقيم اسمي. النقطه الثالثه والاخيره، الدراسه والموافقه على مشروع اتفاقيه شراكه بين المجلس الاقليمي وجمعيه الاعمال الاجتماعيه للموظفي عماله مقيم اسمي لدعم الترشيد الثقافي والفني بمدينه اسمي. رأفا بهذا المجلس ورأفا بالسكينة، أنا كان من موقع عيش الرئيسة كنطالب يعني المبالغ ما خصهاش تصرف في هذا الاتجاه. أنا ماشي ضد الموظفين، أنا ماشي ضد الأشخاص، أصدقاء ديولي رؤساء رئيس ولا أمين المال أصدقاء ديولي، ولكن طلبت وعاون طلبت ولحيت باش يعطيونا غير التقارير يعني كيستهزئوا بهذا المجلس. واش هما تيقولوا في التقارير يعني بان كاين في التقارير ديال اللجنه الماليه في المحضر بانه كيعطيو التقارير للسيد الرئيس وكيقر السيد امين المال في هذا المحضر بان الرئيس هو اللي كيعطيهم جمعيات اللي كيستافدوا. هذا راه ديتورنمون دو فون، راه اختلاس اموال باش تدوز الفلوس من الباب وترجع لها من الشرجم، هذا راه اختلاس حذاري ثم حذاري. حنا ما بغيناش نديرو شي اجراءات اللي تمس أشخاص، ولكن الله يجازيكم بخير سيد الرئيسة، ومن خلالكم نبهوا سيد الرئيس لهذا الأمر. كنت في الأغلبية وكنا نادي بهذا الأمر. أنا ماشي ضد الأشخاص، ماشي ضد الموظفين والأنشطة ديالهم، ولكن حذاري، هذا راه خرق سافر للقانون. تحت كنتكلم تحت الوصاية ديال سيد العامل، وكان بودنا حضور سيد العامل وسيد الكاتب العام في هذا الجمع العام، وكاينين الإخوان أعضاء المجلس اللي جاوا من مدن يعني بعيدة. كنا نناقشوا يعني نقاط مهمة من غير هاد النقاط ديال الدعم للجمعيات، خصوصا حنا في الحالة الوبائية، تجيبوا لنا المندوب الصحة يشرح لنا شنو الوضعية الوبائية ديال الإقليم أو ما شابه ذلك. شكرا سيدي. كما قال السيد، حنا ماشي ضد أشخاص، ولكن الموظفين هاد الجمعية هادي كنعتقد يكون عندنا تقرير كيف ما جات في المادة 6، كان خاص يكون عندنا واحد التقرير ادبي وتقرير مالي ديال هذه الجمعيه فين كتصرف هذه الاموال. هذا الشيء هو اللي حنا تنطلبوا، ولكن كاين حيف حق جمعيات اخرى. كان من ضروري المكتب ديالكم المحترم كان على الاقل ياخذ بعين الاعتبار هذه الجمعيه. لا يعقل حنا اليوم جينا كنناقشوا واحد العدد ديال الملفات، واحد الجمعيه اللي هي باهميه بمكان كنعطوها جوج دريات ونخليو ونعطيو اموال طائله للجمعيات الاخرى اللي ما عرفناش كيف تتصرف. هذا هو اللي بنقول. شكرا. شكرا لك. بالنسبه للنقطه الثانيه كيف قال السي علي، هي من المفروض انه الدقيق في صرف هذه المبالغ ماشي عيب، والحضور ديال الاخ ماشي برا ماشي عيب، غير بين قوسين ملي ما حاضرينش غادي نتصلوا الاخوان بالنسبه لهاد الغلافين الماليين، هما الغلاف الاول ديال 45 سنتيم اللي هي كتعطى الجمعيه، وانا في اطار القانون العام في اطار الحريات العامه وفي اطار دوليه مشتركه بالنسبه لجميع القطاعات سواء العموميه او شبه العموميه، وهناك جمعيات للمصالح الاجتماعيه كتدعمها المجالس، وهي في الشق الاول المبلغ الاول. انا تنظن ان الجمعيه تاسست 2007 وهي كتقوم بانشطه ما يخص الموظفين يعني في اطار رحلات، في اطار دعم لا قدر الله وفيات الولادات الحج، ربما خاطط حتى في اطار السكن الاجتماعي لجميع الموظفين، هذا المبلغ خاص بها. اما الشق الثاني اللي هو 50 سنتيم هي مخصصه لتغيير المصاريف وانشطه الجمعيات، الجمعيات العامه تصرف من المجلس الاقليمي عن طريق الجمعيه، باش ما هذيك المبالغ جوج التي كتستفاد منها اكثر ربما هي 45 سنتيم. الثانيه هي لتغطيه تبدو كتكون شي نشاط على مستوى المدينه، راه تتصرفوا الجمعيه او تصرفوا المجلس الاقليمي عن طريق الجمعيه في اطار القانون، ما كاينش صرفها مباشره، فكتكون الجمعيه تحت هذا المبلغ اللي صرف فيها. وشكرا. ولحفظ الحظ شكرا لخديجه، اكدت هذا الكلام ديال اللي قلت انا بان ال 50 مليون كتمشي من الجهه وتتصرف من الجهه. شكرا سيده رئيسه اللجنه، هذا شيء غير قانوني سيده، ان هذا احتيال على القانون. الجمعيات كيف ما كنعرفوا القانون وفي الدوريات خص ضروري تدوز اطار اتفاقيه مع المجالس، اما باش يكون الدعم بهذه الطريقه نعطيو الجمعيه وناخذوا نعاودوا نرجعوا لها بجهه اخرى، راه شيء غير قانوني. وكتاكدوا السيده رئيسه اللجنه وغيرها يدوموا في المحضر وتاكدوا عليه السيده رئيسه. شكرا.